انتظرونا الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي الكبير مع لبنى عسل في الحياة اليوم، يقيم الوضع الاقتصادي واتجاه الدولة إلى الاقتراض من صندوق النقد، ماذا عن رؤيته للمشروعات القومية، ويتحدث عن فارق السرعات بين الرئيس السيسي وحكومة المهندس شريف إسماعيل، ويجيب هل مصر تحتاج إلى تغيير الدستور، ويفند وضع الحريات في مصر، ويشرح مستقبل العلاقة مع حماس ومفاوضات حل القضية الفلسطينية والوضع في تركيا عقب محاولة الانقلاب، ويوضح طبيعة العلاقات المصرية الخليجية وهل تغير الدعم لمصر، وماذا عن حل أزمة جزيرتي تيران وصنافير، وملفات أخرى كثيرة مع الدكتور مصطفى الفقي. انتظرونا في الحياة اليوم الليلة 7 مساء على الحياة.